السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا كلها. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ولا من دعمكم ليا ولا من وقفتكم جنبي ولا من الكومنتات الجميلة اللي دايما بتكتبوها لي وبتشجعني وبتديني خطوة للامام. ربنا يخليكم ليا يا حبايبي ويبارك لكم في صحتكم وفي اولادكم، ويديمنا نعمة يا رب في حياة بعض يا حبايب قلبي. احب ارحب باخواتي من داخل مصر وتشمل جميع محافظات مصر، واحب ارحب باخواتي من الدول العربيه، تونس والجزائر والمغرب وفلسطين والعراق وسوريا والاردن وقطر والكويت والسعوديه والصومال والسودان واي دوله عربيه بتتابعني على عيني وعلى راسي. واحب ارحب بالدول الاوروبيه، امريكا وفرنسا وباريس والمانيا واسبانيا والبرازيل وبلجيكا والهند والنمسا ونيويورك واي دوله اوروبيه بتتابعني على عيني وعلى راسي. اي اخ اي اخت بيتابعوني في العالم كله على عيني وعلى راسي. ربنا يخليكم ليا احلى اخوات في الدنيا كلها ويديمكم نعمه في حياتي. اي اهم حاجه يا حبايب قلبي ما تنسونيش في اللايك البصمه، بلاقي المشاهدات بتبقى عاليه ومفيش لايكات كتير ولا تعليقات قد يعني اللي بيدخل يشاهد، حتى ما هين عليه يحط لايك ولا يكتب تعليق. ويا ريت تشوفوا مشاهده كامله بما يرضي الله او اول 3 4 دقائق من الفيديو. ربنا يجازيكم كل خير والتعليق الحلو اللي زيكم يا حبايبي. ويا ريت البصمه ما تنسوش اللايك، اللايك يا حبايب قلبي عشان هو اللي بيرفع الفيديو. ربنا يجازيكم كل خير. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه حلوه وجميله جدا، هي مهلبيه الفراوله. احنا عملنا المهلبيه كتير بس دي اول مره نعمل مهلبيه الفراوله. طبعا عندنا فراوله، الفراوله دلوقتي بقت متوفره في السوق، غسلناها وقطعناها كويس. معايا المقادير، فراوله، ومعايا لبن، لبن حليب، لبن اكياس، اي حاجه، ومعايا لبن بودره، ومعايا زبده فلاحي، ومعايا كريم شانتيه، ومعايا دقيق، ومعايا نشا، ومعايا سكر، ومعايا فانيليا. هتحط دقيق؟ ايوه هحط دقيق، وحطيت قبل كده وطعمها بيطلع زي العسل وجميله جدا. اهم حاجه ان انت تخلي الدقيق يغلي كويس في المهلبيه عشان ريحته ما تبانش. اقول المقادير تاني يا حبايبي، معانا لبن وفراوله وسكر حسب الرغبه وفانيليا ونشا ودقيق ولبن بودر وزبده وكريم شانتي. دلوقتي شفنا المقادير، هندخل على طريقه التحضير وهنشوف هنعمل مع بعض ايه يا حبايب قلبي خطوه بخطوه. اهم حاجه ما تزهقوش مني، ويا ريت الوصفه تعجبكم وتنور رضاكم، واي حاجه تحبوا ان انا اعملها لكم يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات، ويا ريت ما تتخطوش الاعلام بالله عليكم يا حبايب قلبي احلى اخوات في الدنيا كلها. دلوقتي هنشوف طريقه التحضير، هندخل على عمليه يا حبايب قلبي. ورجعت لكم يا حبايبي، ومعانا البطل النهارده شفشق الخلاط، هنحط فيه الفراوله عشان نضربها كويس وننعمها قبل ما نبتدي نعمل المهلبيه. هننزل بالفراوله زي ما حضراتكم شايفين كده في الخلاط، وهنحط السكر، وبعد كده هنحط لبن، كيس لبن زي ما حضراتكم شايفين كده يا حبايب قلبي. هنحط السكر وهنحط كيس لبن برضو اهو زي ما حضراتكم شايفين. حطينا كده الفراوله وهننزل بالسكر اهو، كميه سكر يعني نص الكميه كده، ونخلي نصها نحطها في المهلبيه، وهننزل بكيس لبن، هننزل بكيس لبن عشان نعرف نضرب الفراوله بتاعتنا في الخلاط زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنضربها في الخلاط عشان ما اعملش ازعاج لحضراتكم. وبعد كده نرجع نشوف هنعمل المهلبيه الجميله اللذيذه معانا ازاي خطوه بخطوه. يا جماله يا جماله، احلى مهلبيه فراوله ان شاء الله. ورجعت لكم يا حبايب قلبي، وحطينا حله على النار، وهنزل بشويه لبن عشان حضراتكم. ونزلت ورجعت يا حبايب قلبي، ونزلنا بشويه لبن، وهنزل بخليط الفراوله بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده، ما شاء الله تقيله زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هندوب الدقيق على البارد في اللبن، والفانيليا برده على البارد، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل مع بعض ايه يا حبايب قلبي. هدوبهم وارجع اوريهولكم برده كل حاجه خطوه بخطوه. ورجعت لكم يا حبايبي، وحطيت الدقيق عليه نص كوبايه لبن، وهدوب كويس زي ما حضراتكم شايفين، وانزل عليه في الحله على خليط الفراوله بتاعي عشان خاطر ما يعملش تكتلات لو نزلت بيه على السخن، لازم يبقى على البارد. وهوريكم هعمل في النشا نفس الحكايه اللي عملتها في الدقيق.
ورجعت لكم يا حبايب قلبي، وعملت النشا مع الدقيق في الخلاط، ضربتهم اهو عشان ما يبقاش في اي تكتلات زي ما حضراتكم شايفين. وهندوب زي ما حضراتكم شايفين كده يا حبايبي، هنزل بالسكر، والسكر حسب الرغبه زي ما حضراتكم شايفين اهو، وهنزل بحته الزبده بتاعتي اهي عشان تطعم لي المهلبيه، وهقلب وهحط شويه سكر تاني لان انا بحب المهلبيه مسكره اهي. وهقلب كويس واخلي الزبده بقى تدوب، والدقيق بتاعي عايزاه يغلي هو والنشا عشان يعملولي قوام المهلبيه. فاضل معايا هحط الكريم شانتيه واللبن البودر، هعمله برده بشويه لبن وادوبه واوريه لكم. اهو يا حبايبي اللبن البودر، هحط شويه لبن عليه واقلبه على البارد، وبعد كده انزل بيه على الحله على الخليط بتاعنا. زي ما حضراتكم شايفين يا حبايبي اهو بدوب فيه اللبن، هدوبه كويس وارجع اوريكم. ورجعت لكم يا حبايب قلبي، وادي اللبن البودر اهو دوبناه، هنزل بيه على الخليط بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين، واقلب زي ما حضراتكم شايفين كده يا حبايبي، اقلبه كويس واسيبها اول ما تغلي. هوريكم هنعمل ايه في الكريم شانتي اخر حاجه، ولسه الفانيليا هحطها بس شويه. ورجعت لكم يا حبايب قلبي، وحطيت معلقه من الجيلي بتاع الفراوله عشان يخلي لون المهلبيه بتاعي يحمر اكتر اهو زي ما حضراتكم شايفين، وانا بنخلها عشان لو فيها اي حاجه اهو زي ما حضراتكم شايفين يا حبايب قلبي اهو، عشان لونها يبقى افتح شويه. هخلص وارجع لكم يا حبايبي. وحطيت معلقه الجيلي يا حبايبي، وهنزل دلوقتي بالفانيليا، هنزل بكيس الفانيليا بتاعنا اهو اهو. انا هحط كيس تاني اهو يا حبايبي الفانيليا عشان تدي للحاجة ريحة كويسة اهي زي ما حضراتكم شايفين. هقلب القوام معايا ابتدى يتقل زي ما حضراتكم شايفين، بس انا عايزاها تغلي كويس عشان ريحة الدقيق اللي انا حاطاه ما تبانش فيها اهو. هسيبها تغلي لسه، وفاضل اخر خطوة الكريم شانتيه، هنشوف هنعمل مع بعض ايه يا حبايبي. ورجعت لكم يا حبايب قلبي، وادي منظر المهلبيه وهي بتغلي، انا عايزاها تغلي كده وتغلي اكتر عشان ريحه الدقيق ما تبانش فيها اهي زي ما حضراتكم شايفين، عايزاها تغلي. واخر خطوه دلوقتي هحط الكريم شانتيه واعمله بالمضرب الكهربائي. ما عندكيش المضرب الكهربائي اعمليه بالمضرب اليدوي، ما عندكيش لا ده ولا ده، خدي كوبايه مهلبيه حطها في الخلاط وحطي معلقتين الكريم شانتيه واضربيهم كويس، ورجعوهم على الحله تاني وقلبوا كويس. هنزل دلوقتي بالكريم شانتيه، دي خلاص كده معايا اهي، هنزل دلوقتي بالكريم شانتيه يا حبايبي زي ما انتم شايفين، ادي معلقتين الكريم شانتيه هنزل بيهم، واعمل بالمضرب الكهربي عشان ما اعملش ازعاج لحضراتكم، وبعد كده اوريكم شكلها النهائي. ورجعت لكم يا حبايبي اهي، خلاص المهلبيه بتاعتنا خلاص استوت. دلوقتي هنزل بمعلقتين الكريم شانتيه اهي، كل حاجه خطوه بخطوه، وهعمل بالمضرب الكهربائي اهو بس عشان الازعاج، وبعد ما اخلص هوريها لحضراتكم. ورجعت لكم يا حبايب قلبي، وادي خلاص المهلبيه بتاعتنا خلاص استوت، وحطينا لها الكريم شانتيه وعملناه بالمضرب الكهربائي. دلوقتي هبتدي ان انا اغرف معاكم المهلبيه زي ما حضراتكم شايفين اهو، القوام بتاعها ولا خفيف خالص ولا تقيل خالص، عشان هي لسه لما هتقعد تبرد وتدخل التلاجة هتتقل معايا،
زي ما حضراتكم شايفين اهو يا حبايب. هخلص الكميه وبعد كده اوريكم. ورجعت لكم يا حبايب قلبي، وادي الشكل النهائي لمهلبيه الفراوله بتاعتنا. احلى مهلبيه فراوله دي ولا ايه؟ عشان من ايد ام نيل طبعا. دلوقتي هنزين الوش بتاعها باي حاجه عندك بقى، مكسرات، فارماسيلا، شوكولاته مبشوره، اي حاجه عندك. انا عندي فارماسيلا ملونه، هزين الوش بتاعها زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. اهو يا حبايب قلبي، اي حاجه على الوش كده زينه ليكي، ده اختياري طبعا. الزينه دي اي حاجه موجوده عندك بقى، مكسرات الغلابه اللي هي زبيب وجوز هند وزداني، اي حاجه موجوده عندك اهو زي ما حضراتكم شايفين كده يا حبايب قلبي اهو. شويه فارماسيلا ملونه كده ادوني منظر حلو، وهي ريحتها تحفه وطعمها روعه روعه روعه. بألف هنا وشفا الكل يمشي على الخطوات والمقادير بتاعتي. ويا ريت ما تنسونيش في اللايك البصمه، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك فضلا وليس امرا، ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. ويا ريت تتفرجوا على الفيديو مشاهده كامله او 3 4 دقائق من اول الفيديو. ويا ريت ما تنسونيش في الاعلان يا حبايب قلبي، ربنا يخليكم ليا، ما تتخطوش الاعلان بالله عليكم. هتوحشوني للفيديو اللي جاي يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.